محمد همام من موقع يلا كورة. سؤالي لمستر جوميز، الفترة الأخيرة كان يعتبر في مران واحد لفريق الزمالك والنهارده المران الثاني، هل الفترة الحالية تركيز مستر جوميز على الناحية النفسية وإعداد لاعبين من الناحية النفسية، ولا هيكون ناحية تكتيك هيكون أكتر؟ النقطة الثانية، هل بيفكر يحضر مفاجأة للأهلي بجانب إن هو بيمتلك؟ النقطة الأولانية هو تمام. النقطة الثانية، هو بيفكر ان هو يحضر مفاجأة لمارسيل كولر بجانب ان هو ليه قبل كده تفوق على مارسيل كولر، فهو بيفكر في نقطة ان هو عنده نقطة يعني إيجابية، هل هو بيفكر فيها ولا لا؟ شكرا. Each game is a different story and it's a final. So in the final with two big clubs everything can happen. يعني بقول لك كل مباراه ليها القصه بتاعتها، وان هو بيقول ان دي مباراه نهائيه وان اي مباراه نهائيه ممكن يحصل فيها اي حاجه. Sometimes you change the system. تقدر مش تقدر تقول في الاهلي مفاجاه، لان احنا عارفين كويس قوي كل حاجه بالاهلي والاهلي عارف عننا كل حاجه. كده يعني it's a game between عدلي الزمالك and between كولر and جوميز. في النهايه يعني دي مباراه بين الاهلي والزمالك، مش مباراه بين كولر ومستر جوميز او مستر كولر ومستر جوميز. I want to see tomorrow in the tomorrow game the happiness, the energy, the positive way to play football from my players. وعاوز اشوف بكره يعني السعاده والطاقه الكبيره واللعيبه مبسوطه بتلعب الجيم بتاعها، او تشوف لعيبته بتلعب الجيم ده. And in the end they can dedicate the positive result to our fans that they deserve. وان شاء الله بعد ما نقدر نهني الجمهور بتاعنا يعني النتيجه اللي هم يستحقوها. شكرا لكم حضوركم. Thank you coach. شكرا.